نرجع تاني برضو ونكمل اخبارنا ونكمل كواليسنا سريعا. محمد شريف هيجدد في الاهلي؟ محمد شريف يا كابتن عقده ينتهي بنهايه الموسم القادم. انا بقول لك هيجدد، انت بتقول ايه؟ انا بقى لا، التفاصيل ايه؟ اللاعب نفسه خلال الموسمين الماضيين كان هو هداف النادي الاهلي، تمام؟ تم وعده ان هو هيتم تعليه العقد بتاعه مع النادي الاهلي كراتب وهيتظبط كحاجات اعلاميه، تمام؟ ده ما حصلش مع محمد شريف. اللاعب في يناير الماضي، تمام، جاله عرضين من الوصل الاماراتي ومن الخليج السعودي، دول ما جوش النادي الاهلي. هم تم التواصل مع وكلاء محمد شريف وبدورهم تواصلوا مع النادي الاهلي، النادي الاهلي رفض. فاللاعب حاليا بيفكر ان هو خلاص بنهايه الموسم، طبعا انت شايف الفتره الاخيره ما كانش بيلعب اساسي، فهو يعني نفسه يخوض فتره الاحتراف وهيعدل من وضعه المالي. احنا بنعتذر لك على كهرباء. ليه؟ بنعتذر لك، روقناك في الفاصل المره اللي فاتت لما قلت ده اعلانات وكامبينا وبتاع، قلنا هو بيلعب عشان يجي له اعلانات، كهرباء يجي له اعلانات. مش المره اللي فاتت وبصراحه، لا من كذا حلقه. من كذا مره. فبصراحه يعني تستاهل التحيه. الحكم بياخد كام الجديد في الاتحاد؟ الحكم بريرة 19000 دولار. اعتقد يا كابتن لو انت بتشوف بتبص على حكم زي بريرة بتبص عليه كسيفيه وهو بيلعب، وسيفيه وهو بعد الاعتزال. هو بيلعب حكم 98 كاس عالم، فاضل سنتين 2002. لقطه بس ان هو يعني كان موجود رئيس لجنه حكام. الحكم بياخد كام؟ 19000. جلاتنبرج افضل ولا هو؟ لا يعني جلاتنبرج كان بياخد 65000 دولار. لقطه سريعه بس ان هو كان رئيس حكام في البرتغال وروسيا واليونان والتشيك، وكلاتنبرج راح بعديه كان بعد ما هو مش مليونير. فاروق هيفضل معاه لغايه دلوقتي كل يعني المجلس الجهاز كله مكمل. لا حكم كولر وكندوسي. كولر بيصف الكندوسي ان هو احسن لعيب في الاهلي دلوقتي، يعني هو بيقول ان الكندوسي ده هو اللعيب اللي زي ما هو عنده اكتر من لعيب في الفرقه بيتحطوا بعد كده، بيتحط عليهم تشكيل زي الشناوي زي علي معلول زي عمرو السوليه مثلا. لما بيكون في حالته هو شايف ان الكندوسي هيكون برده من اللعيبه ديت. بشكرك، شرفتني ونورتني مراد حبيبك، شرفت سعدنا موجود معاك ومعايا وحمد، شرف وجودك دايما ورب نضارات وساعات وكرافتات وعنده نفسه قوية. شوف الحالة شغالة يعني. شرف دايما يا كابتن بكون موجود معاك. بس كده مش فارق يا كابتن، انت قلت له على كهرباء، انت نسيت المدير الرياضي نادي بشكتاش التركي. عندك حق. شفت؟ عندي بكرة كبير. هو انت يا كابتن عدلي ما كلمتش، ما بتطلعش القصة. انا بتشرف بيك والله دايما ودايما متألقين، بشكركم، شكرا.